في برنامجكم حتى التسعة متاع الصباح. نهاركم زين، نهاركم مبروك. من القطاعات تكلمنا عليها منذ أسابيع وقت اللقاءات اللي صارت في باريس تاع السياحة الاستشفائية في بلادنا، لو بوتنسيال تاع السيكتور هذايا من لي فوكوس وقت اللي اطرقوا لهم موضوع الان سيكتور دونك نتاع الشيرجي استيتيك اليوم، وحكينا عليه وقتها بالارقام مع ضيفنا سيد غازي مجبري. باش نرجع عليه الآن عن طريق معناتها لقاء الكونغري ناسيونال يصير في بلادنا دونك ينطلق من بعد غدوة في تونس، يدوم دونك 3 أيام. هو بعد غدوة فات فما اون اوبيراسيون كاريمون باش تصير في المباشر، ونهار 24 ونهار 25 ماي الكونغري هذايا دونك من تنظيم الجمعيه التونسيه لجراحه التجميل. وحاضره معنا الدكتوره هيفاء فضه. صباح النور، مرحبا بك على موجات اكسبريس اف ام. صباح النور وسيم، يعطيك الصحه على البريزونتاسيون، على التقديم. الجمعيه التونسيه لجراحه التجميل كيف ما قلت انت تنظم المؤتمر العاشر نتاعها، المؤتمر الوطني العاشر، والتيم نتاعنا ان شاء الله باش يبدا حول شد الوجه بالمنظار ونحت الجسم. هذايا المؤتمر هذا اي هذه التيماتيك نتاع السنه، معناتها هذا الفوكس اللي باش تخدم. هذه التيماتيك نتاع السنه اي، والمؤتمر هذا هو مؤتمر مخصص لجراحي التجميل من تونس ومن العالم. والسنة ان شاء الله المؤتمر باش يشهد حضور نتاع العديد من الجنسيات اللي نذكر منهم البرازيل، نذكر منهم لبنان، الجزائري، ليبيا الشقيقه، والمغرب وفرنسا، وحتى من بولونيا. واضح. اليوم لا تيماتيك هذيا واهميتها بالنسبه لبلادنا، للي ما يعرفش القطاع نتاعكم، كومون سو بوزيسيون تونس، الكفاءات نتاعنا كيف كنت مثلا اليوم شفناك دايو وقتها في باريس في الكونفرنس، ما تعملت تقديم من بريزونطاسيون، معناها لو بوتنسيال اللي فما حتى في السياحه الاستشفائيه في الاختصاص هذايا. فوالا لازم نعرف جوج ثلاثه اسئله في سؤال، ولكن حبوا نفهموا ان بو الاهميه اليوم نتاع الديسيبلين نتاعكم ودورها كاريمون في الاقتصاد اون فري سونس دو تيرم اليوم. عندك الحق، هو سؤال مهم برشا ونقطة مهمة ماذا بيا نحكي عليها. هو القطاع نتاع جراحة التجميل قطاع تري ديفلوبي في تونس، ومش من اليوم، بدات السياحة الاستشفائية من 2000، وعنا استقطاب كبير نتاع لي باسيون اللي يجيونا من بلدان المجاوره، وتوا وعنا الريبوتاسيون نتاعنا في العالم، ولكن توا يلزمنا نظره شامله، ويلزم استراتيجي للبلاد باش نجموا نزيدوا نطوروا القطاع نتاع السياحه الاستشفائيه في تونس، وخاصه في جراحه التجميل وفي كل القطاعات الاخرى. دونك اليوم ماذا بينا لفته باش نجمو نعملو اون استراتيجي جلوبال. كيما تعرف لي ميديا اليوم يلزم اون استراتيجي نتاع تو سكي ديفلوبمون نتاع في المطارات، نتاع الاستقطاب نتاع لي باسيون، كيفاش نتلهيو بهم من الاول للاخر، من اللي يجوا لبلادنا ومن اللي ما يروحوا من بلادنا. دونك نحبوا شويه اون استراتيجي كي نجموا لفته لاهل القطاع باش نجموا نخموا مع بعضنا في انسب حل. اليوم سؤال زاد يطرح نفسه هنا، نذكر دكتورة هيفاء فضة، في المجال متاعكم معناتها في القطاع متاعكم فما معناتها مهم ياسر للسبيسياليست الاختصاص. نسمع ديما معناتها كلام على اساس فما عباد يمارسوا ما عندهمش الحق الى اخره، يعني فما تنجم تكون فما بعض المشاكل هوني. كيفاش الناس يبوف سي روتروفي؟ كيفاش
معناتها سوا التوانسه ولا حتى الاجانب معناتها اللي يجيو يعرفوا رواحهم مع شكون يجيو، اسكو دي بون زادريس، اسكو اليوم معناتها الجمعيه نتاعكم على الموقع نتاعها فما مثلا دي بارتنير لابيليزي حاجه كيما هكايا، مؤسسات استشفائيه طب نعش معناتها نحب نفهم، لانه اليوم خاصه معناتها في الاختصاص هذا نسمعوا كلام، انا الحقيقه مانيش مختص، نسمع كيما برشا ناس حتى توا التفاعل يجي اون ديريكت يقول لك فما عباد معناتها يمارسوا مش معناتها هما طب معناتها اما بتاتر مش هو الاختصاص تاعهم ولا غيره، قاعدين تنظموا في هذايا معناتها اليوم في الجمعيه ومطوما اهل الاختصاص؟ هي الجمعية متاعنا هي جمعية نسائي جراحة التجميل، معناها تلم جراحي التجميل اللي في تونس الكل، وبالنسبة لجراحي التجميل كلهم معناها تابعين الجمعية والكلهم معترف بهم، وما عندناش المشكلة هذه. المشكلة هذه أثارت في حكاية طب التجميل، ونخير ما نحكيش عليها برشا، خاطر السيكتور نتاع طب التجميل هما اللي قاعدين ينظموا، قاعدين نتعاونوا زوز مع بعضنا باش نأطروا، باش يكون ديما الممارسة هذه تكون من طبيب طبيب معترف به، والكونسي دو لورد هو اللي نجم يعطينا الليستينغ نتاع الأطباء. بالنسبة للجراحين، جراحي التجميل في تونس عندنا لا شيروجي ماكسيلوفاسيال وعندنا لا شيروجي بلاستيك، زوز نعم نمارسوا في جراحة التجميل، وإحنا عندنا لو سيت نتاعنا اللي هو وعندنا لاباج انستغرام نتاعنا، وما عندناش مشكل في جراحة التجميل، معناها ما عندناش مشكل هذا باش شكون باش يمشي. وهو اليوم ولا لو باسيون كيف يجي يتعدى عن طريق ديزاجونس نتاع تسهيل، معناها طريق تسهيل معناها طريق ليزاجونس دو توريزم ميديكال، والا يتعدى بصفة مباشرة مع الجراح نتاعو. دونك هذا كيفاش تصير بطريقة عامة، مي لو سيكتور نتاع الجراحة مؤطر، ما عندناش فيه حتى مشكلة كيف ما في السيكتور نتاع طب التجميل اللي نحن بدنا نمارسوه. واضح. نرجع دونك نختموا بالنسبه للكونفرنس تاعكم، نتصور سي بور لي بروفيسيونيل، ما تصوريش معناتها فوالا ما تصوريش محلوله، فما اون اوبيراسيون باش تصير في المباشر معناتها كاريمون، دونك هذا باش يكون من بعد غدوه نهار 23 ماي اظن، دونك تصور شنو لوبجيكتيف تاعها، سي ديستيناسيون دي بروفيسيونيل، شنو الهدف منها معناتها؟ هو الهدف من العمليه هو باش يصير نهار 23 اربع عمليات في المباشر، والهدف منها هي اللي باش نوريو لا تكنيك شيروجيكال، الطريقه المستعمله بالضبط في وقت العمليه. حبينا نجيبوا التقنيات الجديده لتونس اللي هي موجوده، اما كما تعرف كل واحد عنده الطريقه نتاعو كيفاش باش يعمل شد الوجه ولا كيفاش باش يعمل نحت الجسم، وفي نطاق التبادل هذاك عندنا جراحين جايين من برا باش يعملوا عمليات من المباشر، كيفنا نحن زاده يصير لنا في بعض الحالات نمشيو نعملوا عمليات في المباشر البرا. دونك دون لو كادر دان ايشانج دو تكنيك باش نعملوه ان شاء الله لو 23، وهي اول مره باش نعملوا جراحه في المباشر في تونس. واضح. نذكروا دونك نعرف شنو هي لو ميساج تاع لي بروفيسيونيل، وين وقتاش بالنسبه للقاءات اللي باش يصيروا، لانه هذوما العمليات نهار 23، سينو فما ليفينمون نهار 24 25. هما سي ان ايفينمون كيما قلت انت لي جراحي التجميل في تونس وفي البلد فقط. اليوم يظهر لي اون اتا لا كاباسيتي ماكسيمال، معناها ما عادش نجمو ناخذوا اكثر، احنا حبينا اترافيغ فو واللي نقولوا اللي السيكتور نتاع جراحه التجميل في تونس سيكتور قوي، سيكتور قاعد يخدم على روحه، ونخدموا مع بعضنا الكل باش نجموا نحسنوا ليماج نتاع تونس في جراحه التجميل وفي كل القطاعات ان شاء الله. شكرا لك، يعطيك الصحه دكتوره هيفا فضل. نذكروا اللقاء دونك لو رانديفو من بعد غدوه، دونك فما العمليات اربع عمليات باش يصيروا في المباشر، سينو لي جور كي سويف فما اللقاءات هذيا، مي بون كيما قلت انت دونك معبين مانيش نذكر البلاصه وين، مي حابين كمان نسلطوا الضوء شويه على القطاع هذايا اللي عنده دور ينجم يلعبوا معناتها في السياحه الاستشفائيه، دونك تكون في الاقتصاد
التونسي، نذكر هو الدورة العاشرة الكونغري نتاع الجمعية التونسية لجراحة التجميل. تحية ليك دكتورة هيفاء، تفضل. شكرا لتفاعلك معنا اليوم الصباح، ربانك شكرا على الاستضافة، ميرسي. يعيش.